أنا ليلي أهم شيء هو أن تعرف الأشخاص اللي عندهم مشاريع، لأنه أنا ليه يعني ما عنديش أي إيمان بأي ميثودولوجي، قصدي ميثودولوجي واحدة، قصدي أكيد في ميثودولوجيات مهمين يعني، بس سو أنا أول شيء ضروري مش بس أقرأ المشاريع، أتعرف عليهم قليلة شوي أكتر، ومن هون بتصرف، من هون بتصرف إذا تيوري هيك أو هيك، وبراكتس أكيد براكتس أكتر، وما فيش مشروع مثل التاني، ما فيش إنسان مثل التاني، أكيد في أشياء بتهمني أنا، بس كمان ضروري مش سقطها عليهم، ضروري أشوف إذا معقول يحسوه يسمعوه يتفاعلوا معه. سو أنا كله هذا كتير مهم يعني، بالأخير يعني هي مثل الكيمياء، بالمعنى إنه تحط لون بتفاعل حسب الألوان الباقية. هلا أنا شخصيا ما عندي توقعات، لأنه التوقعات بيجيبوا دائما deceptions مثل ما بقولوا بالإنجليزي، وصراحة حتى بكل شيء بالحياة توقعاتي كتير صغار، لأنه بحب اكتشف. انت عندك توقعات، الاكتشاف بيصير بده ان شاء الله الاكتشاف يزبط مع التوقعات، بس اكيد عندك توقع صغير انه يكون هن بكل قلبهم بالمشروع، بكل جهدهم، بكل روحهم بالمشروع، ما يكون الشيء عم بيعملوه هيك يعني مثل as a duty يعني. It's not duty. انه نعرف على الجمهور على الامكانيات السينما والفيديو، انه بالاخير فيه يكون هو كليا شيء مش حتوته روايه او حتى دوكيومنتري بالمعنى الانفورماتيف، انه بالاخير الشغله كثير اوسع كثير اغنى من هالحدود اللي حطينا فيها ما يسمى السينما، او اذا بدنا نقول الصوره المتحركه. غير نحن نعرف هذه معركة مستمرة، هذه المشكلة بدأ. عشان هيك نحن كنا عم نتعب، عشان هيك بسرعة بنقول اوكي خلص نروح على الطريق العام، لأنه معركة بتتعب بتتعب يعني. أنا صراحة ما عم بعيش من اللي بعمله، خيار صعب. عشان هيك أنا لإلي أفزع، أو ما عليه رح أسب عن جديد، أخر شيء فينا نعمله هو نقول لمخرج انت ما لكش منك شجاع انه بتفضل تروح على المينستريم، فهمت علي؟ شو بدك تقول له؟ صعبه يعني، هي معركه مستمره يعني. اذا انت عم تشتغل على مشروع والفرستريشن غالبه، خلص يعني اتس اوريدي ديد، مات المشروع من الاول. ما بعرف هلا، انا ما بدي اقعد ربي الناس، بس انا برايي هيدي اتس اولموست فاندمنتال، انه دو ويز وات يو كان هاف نوت وات يو وانت، بيكوز وات يو وانت يو ويل نيفر هاف ات. سو بس مش انه لا، انه يو ويل نيفر هاف ات، اند فروم ذير جو تو ذا ماكسيمم ذات يو كان هاف ويز وات اكزيست، اند ان فاكت موست اوف ذا تايم ثلاث ارباع الوقت تكتشف اشياء اقوى من ما اللي فكرته اول شيء. سو لازم واحد يعرف يحط احلامه قصدي كل شيء اللي يعني عنده اياه جواته بالبوسيبيليتيز، مش بعدين يقول يا الله هيك كان حلمي وانا انجبرت انزل وانزل وانزل. سوري بس هذا اذا بتعمل هيك خلص المشروع مات اوريدي يعني، بصير عم تعمله ببترنس بمراره. فن هو it's a struggle, it's okay, you can make it a very beautiful place to struggle, والله you can have a beautiful struggle with beautiful persons, وحياتك يعني. I think so. Yes. You have to struggle, man. Choose the people who struggle with ايه اكيد.